فيديو جديد في قناة وصفات رسوم. وصفة اليوم راح تكون كما تشوفوها السفرجل. نبدأ الأول قبل ما نبدأ بالسفرجل نعطيكم المقادير وجد سفرجل نحاولوا نرجعوا نديروا نكملوا كيف كيف الوصفة. نبدأ هنا عندي كاس تاع حليب، نص كاس تاع الزيت، نص كاس سكر، قرصة تاع الملح، حبة بيض، مغرف ونص خمارة تاع العجين، وهنا عندي فرينة على حسب ما تحتاج العجينة. قبل هذا نروحوا للعجينة، هنا نولوا السفرجل، السفرجل نحكموه، نبدا معنا هنايا، هنا هذا السفرجل نحكموه نقطعوه، نسيو كيفاش نحولوا هاد النواة تاعها كاملة، نحولها من القشرة نقطعوه مرسو صغار باش يتبلنا فاسيمون، نحكموه نديرو له الماء بلا ما نزيدو لا سكر ولا حتى حاجة، نخلوه يغلي في الماء حتى يتبلنا بيان. كي يتبلنا نرجع نكمل معكم أنا لهنا واش ندير له، نحي له النواة كيما قلتلكم نقشره ونغسله بيان نديره في الماء يغلي، كي يطيب نرجع نكمل معكم الوصفة لأن الوصفة تاع اليوم راح تكون بالسفرجل. هنا رجعت لكم بعد ما طاب لي سفرجل، انا ندير في الجهه حاجه بسم الله، لازم هو كيما هكا سخون نرحي انا لهنا نرحي ونعاود نرجع نكمل معكم. هنا بعد ما رحيت السفرجل زدت له داك الكاس تاع الحليب نشوف كيف يقول لي لهنا، نزيد قرصه تاع الملح ضروري هذو القرصه تاع الملح نخلطها، نزيد لهنا نص كاس تاع الزيت، هنا لازم نديرو حاجة واسعة تساعدكم باش تخلطو، متحتاجو لا روبو لا والو، لازم تخلطو غير كيما هاكا، نزيدو الكاس نص كاس تاع السكر، اللي يحب الحلاوة ينجم يدير كاس كومبلي، هذا السكر يشعلكم، هنا بالنسبة للبيض نديرو غير بياض، الصفار ما نحتاجوهش، نخليوه بوغ لا ديكوراسيون، نخلطو البياض، مغرف ونص تاع الخمارة، دوكا نبداو نزيدو في الفرينة، هنا الفرينة مش حنحدد لكم لابر، هنا على حساب ما تتلم العجينة، لازم ما تكونش العجينة ما تكون ناشفة ما تكون جارية. نلمو غير لاسبارتو ما تلموش بيديكم، زيتو الفرينة غير بالمغرف فزتوها على دفعة واحدة خاطر العجينة تلبس، كي نبداو نشكلو فيها ما تلقاش العجينة شابة، نزيدو لهنا مازال خاصها شوية،
باش نقدروا كي نولوا نتحكموا فيه نتحكموا فيه بيدينا مليح. من هنايا هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، لازم ما تكون جاريه ما تكون ناشفه. هنايا نحي هذا ما نحتاجهاش، انا نغطيها ونخليها تخمر لي حتى يضاعف الحجم تاعها ونرجع نكمل معكم الوصفه. هنا بعد ما رجعت لكم بعد ما خملت لي العجين، هنا راح تبان لكم باللي راهي ليكيد مي نورمال. ديروا الزيت في يديكم، امشطوا حتى العجينه تاع السفنج كي نديروها تجينا شويه طالقه ونسلكوها. نحطوا هكا نحيوها شويه قسما نخدمو نزيد شويه توجور الزيت في يديكم هكا تقدروا تشكلوها. نخلي هذا بجي، هنا نكونوا رشينا بلون دو طرافاي بالفرينة. هنا مهما العجين يسق لكم في يديكم نورمال راح تشكل لكم. غير بالزيت لازم نحلوها سيو في طن شو عامل تحت هاي حكمة. هنا راح تجيكم شوية صعيبة مي حاول بالزيت راح تحكم لكم سيو شكلها غير شوية ماشي بزاف. لهنا عندي حكمت حبة تاع سفرجل واحدة أخرى، درت لها درتها في الماء تغلي لي شوية، زدت عليها شوية سكر. هنا نحكمو غير فرشات ونميكسيوها ماشي بزاف، لازم نخلوها كيما هكا. واللي ما يحبش يديرها بالطريقة ينجم يدير شوكولا ولا يدير كونفيتور نتاع المشماش ولا أي كونفيتور عندكم. ديرها شوية سيو غير نسايسوها العجينة جينا شوية صعيبة. شو رانا نديرو في المسمن هكا نفطر هنا راه فيها الكونفيتير سوا فيها هكا نبلاطيوها نعطوها الشكل اللي انا حابينه. هنا عندي بور لا ديكوراسيون عندي جون ديف زدت له شويه خل، وهنا عندي شويه تاع الفرينه. انا كنت خدمت حبات هي كي راح تخمر راح تزيد لا فورم نتاعها سيون سي شوغا واحد اختها فنحتاج حبات كما هكا حتى تكملوا ستار تاعكم. الدوزيام تاني كيما هكا لازم يكونوا متلاصقين، ندهنوهم بجون ديف. وفي الاخر هذو هما فطائر سفرجل بعد ما طابوا، شوفوا كيفاش الشكل تاعهم. لهنايا بعد ما دهنتهم بجون ديف، قبل عفوا ما ندهن بجون ديف خليتهم يخمروا لي نص ساعه. بعد دهنتهم بجون ديف درت لهم ججلان من الفوق كيما قلت لكم، نتوما الا حبيتوا ديروا ججلان ديروا، ما حبيتوش ترشح لكم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها. ما تنساونيش بجانب للوصفه اشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد الى فيديو جديد ان شاء الله.